مرحبا فيكم ببرنامج نقطة التحول. أرحب فيك أول شيء أستاذ حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة دماك. خلينا في البداية نتكلم على البدايات، من وين بديت؟ خلينا نقول انطلاقك يعني التعليمية، انطلاقة البزنس عندك، من وين كانت البدايات؟ طال عمرك أنا تخرجت من الثانوية ويب درجات ممتازة، وكان في بالي أعمل أدرس طب، وحصلت قبول جامعة بغداد وجامعة القاهرة، ورحت بغداد اجت القبول قبل. وفي بغداد من حسن الحظ او سوء الحظ رسبت اول سنه، ثم عدت السنه الثانيه ورسبت. احد اهم اسباب الرسوب كانت ان لغتي الانجليزيه كانت جدا ضعيفه، فالوالد ما قصر الله يرحمه ودعمني بالفلوس، ورحت امريكا درست 4 أشهر في اللغه، اتقنت اللغه، ثم دخلت الجامعه. اتذكر في صيفيه 1978 في خلال 3 أشهر الصيف أخذت كورسات ما يعادل من 6 أشهر. بعد ما خلصت الصيف الوزارة أعطتني البعثة على طول بدون تردد، لأن شافوا درجاتي ممتازة، والحمد لله كملت وتخرجت من أمريكا سنة 81. تخصص هندسة، أخذت هندسة صناعية واقتصاد. جيت أبو ظبي اشتغلت في شركة غاز أبو ظبي غازكو لمدة 2.5 سنين تقريبا، ورحت سويت شركة كيترين. وبعد ما سويت الشركة وأخذ أول عقد استقالت من غازكو وبدأت أمشي شغلي وتجارتي، والحمد لله الشركة ما زالت موجودة عندي إلى اليوم. ومن أكبر نعم ومن أكبر شركات الكيترينج في العالم العربي. طيب متى جت فكرة أنك تدخل في المجال العقاري والتطوير العقاري؟ التطوير العقاري طال عمرك أول دخلتي كانت في سنة 96 في منطقة الرقة في ديرة، بدأت تطلع فنادق 3 ستار، وهذه الأيام ما تديرها تأجرها، كانوا يجوا مستثمرين يأجرونها. ودرست الموضوع شفت فيه فائدة، فبنيت أول فندق وأجرته وبعته في فترة قصيرة، ثم أخذت الربح ماله والفلوس وبنيت فندقين ثانيين وبعتهم، ثم بنيت فندقين ثانيين. 2001 حكومة دبي قررت تسمح الفري هولد، فكان سمحوا الأجانب يشترون شقق، وأنا شفت هاي فرصة وفي مجال جيد والسوق واعد وتوه بادي، فأنا كنت من الأوائل اللي دخلوا بها السوق. ب2008 أزمة 2008 2008 يبالها كتاب بروحها. 2008 كانت من أصعب سنة أو أصعب 6 أشهر مرت علي في حياتي، لأن الموقف كان صعب. شلون؟ العقار نزل في دبي مو 10% ولا 20%، نزل أكثر من 60%. قاسية، ضربة قاسية. المبيعات عندي نزلت 95%. ما كاشف له يعني. فتقريبا الشركة انهارت. سبحان الله. كيف عالجت هالمشكلة؟ خفضت الأوفر هيد إلى النص. هذا واحد. رقم 2 خفضت الماركتينج إلى الصفر. شو أسوي ماركتينج وما في سوق؟ أهم قرار من هذا خدته. خفضت موظفين. قرار أهم خدته رحت فاوضت البنوك. على مسألة انت ايش منهجك في البزنس؟ يعني في كل واحد له منهجيه، له دستور معين، ايش القواعد انت اللي دائما عندك ثوابت هذه بالنسبه لك؟ اهم ثابت انك تشوف الكاش فلو مالك والريسك مالك، بالذات شركه بحجمنا اليوم ما تبغيها تهتز ولو بشعره. شغله ثانيه اللي انا بالنسبه لي انا مهمه هي الاداره وكفاءه الموظفين، فاذا تجيب ناس جيدين وتدربهم جيدين وتخليهم على الخط تنجح الشركة. وفي ناس يصير عنده يعني حب أن يتملك في العقار، وأن هذه ثروة لا يريد أن مثلا يسيلها، كل ما يحط في عقار أنه كأنه أنا أحفظ ثروتي. الاقتصاد ما ينمو بالناس العفو الكسالة، يبغي يشتري أرض ويقعد عليها تطور، قد يكون محظوظ ويعمل فلوس. فالهدف مو بس عملية عمل فلوس، أنك كيف أنت تطور الاقتصاد، كيف أنك تبني تخلق فرص عمل إلى ما جابه. شكرا لأبو علي على هالحوار، صراحة استفدنا منك دروس وعبر في حياتك، وإن شاء الله نلتقي بك في حوار قادم إن شاء الله. شكرا لك، شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.